الضابط المصاك في رمضان، هل يفطر في بيته ثم ينطلق أو يجاوز البيوت حتى يفطر؟ لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد. يغادر البلد كليا ما دام في البلد، ولو كان قد شد رحلة. نعم. فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ ببيته وثم انطلق، حرام أنه مسافر ناوي؟ لا لا، حرام عليه، ما يجوز. حرام، ما يجوز. فهل عليه قضاء أو فهل عليه القضاء؟ بيقضي على كل حال، حتى لو أفطر الشيخ، هو جاهل وأفطر. أقول سوف يقضي حتى. نعم. وإن لم يفطر إلا بعد أن خرج. نعم. يعني إذا خرج من نفس المدينة. نعم. أفطر ولا بأس. طيب هذا الرجل فعل شيخ أنه جاهل أو سمى بعض الفتوى أنه إنسان يجوز أن يفطر في بيته. نعم. فطر في بيته ثم أسافر انطلق. أي نعم. طيب فهل يقول إيش عليه القضاء؟ القضاء لا بد منه يا محمد. أي نعم، أقصد كفارة. يعني أقصد ولا الكفارة، ما في كفارة إلا في الجماع. الأكل والشرب ما في كفارة. نعم. طيب الشيخ قولوا مالكية يرون أنه كفارة في ال... ما هو صحيح. أي نعم. كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. نعم. فقوله ليس بصواب. طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان لو جامع في رمضان أنه عليه كفارة؟ بينما أفطر عمدا. أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات، فالجماع له شأن أعظم. نعم. طيب شيخ هم يرون يقولون انه ولا يقاس الادنى. نعم. على الان اجل قول مش غير صحيح. نعم. جزاك الله خير.